كبداية يعني كان في صعوبات كتير من ناحية إنه أنا أشتغل مثلاً علاج وجهز الأبقار للتلقيح الصناعي، بس استعين بطبيب زميل ملقح صناعي لحتى يجي يكفي الشغل. فهون أنا لقيت إنه لا، أنا لازم أشتغل الشغل من أوله لآخره، فحطيت ببالي أدخل موضوع التلقيح الصناعي وأتقنه. أكبر تحدي كان إنه أنا امرأة تقوم بعملية التلقيح الصناعي. تم إجراء دورة لألنا من قبل الفاو بحماة، كانت هاي الدورة مشان التلقيح الصناعي لرفع مستوى وتقنية العمل وتزويدنا بكل ما هو جديد بمجال التلقيح الصناعي، وطرح للمشكلات اللي عم نعاني منها بالتلقيح الصناعي بمناطقنا. كنت بفكر إنه مثلاً الدكتورة متلقيح ما بيجوز، يعني ليش مثلاً في دكاترة في هذا أشطر منا مثلاً. بس وهلق بالعكس لمسنا الانتاج بايدنا. يعني لما انا عم بروح وبحقق لمربي هدفه انه بقرتك انت معشره، فانت كسبت مولود باذن الله، كسبت حليب، فانت بتكون ادخلت سعاده لهذا البيت ونقلته من 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 مرحله ترقب واحنا خسرانين وهيك لحد مرحله انه انا ناطر شيء حلو، ناطر شيء جديد. كثير انبسطت بالدكتورة، وبالعكس عطتنا حافز انه نتشجع ونشتغل شغلات انه انبسطنا كثير فيها. يعني شفنا حالنا فيها انه دكتورة عم تشتغل، تجي مثلا تلقح البقرات، يعني هذا نحن كنا مفكرينه بصراحة انه بيقتصر على الدكاترة يعني، بس لا، الحمد لله دكتورة قبضاي والله يعطيها العافية. انا عندي 5 اولاد وكلياتهم الحمد لله من محبين الحليب ومشتقاته، يعني أو أهم شيء إنه يشيل للبيت يعني حليب، لبن، أي شيء من مشتقات الحليب، واللي بيزيد عن الأولاد ما بيعه لحتى يرد على البيت يعني. المرأة كائن خلاق مبدع، وقت يحط بباله هدف ويشتغل عليه بيصير، ما تخلي شيء يوقفها، لأنه في شيء مستحيل مع الإرادة.